مساء الخير. النهاردة الحد، بداية الأسبوع، ودايما بتكون البداية متوقع أنها تكون بداية هادئة إلى حد ما. بدأنا النهاردة على انخفاض للمؤشرات بشكل جماعي، لأنه كان أيضا من المتوقع أن يكون في موجة تصحيحية هنتكلم عن ده النهاردة بالتفصيل، ولكن معدلات التضخم بتسجل نسب تاريخية من أكتوبر وحتى يناير وصلت ل 12.8%. هنتكلم كمان عن تصريحات كريستين لاجارد عن ضريبة الفات أو ضريبة القيمة المضافة، وإزاي بتعمل على زيادة النمو الاقتصادي بنسبة 1.5%، وإنها مهمة لينا وللاقتصاد المصري في الوقت ده. هنتكلم كمان عن تقرير إيجابي عن الاقتصاد المصري من مؤسسة برايس ووتر هاوس، واللي توقع بأن يكون الاقتصاد المصري من الاقتصادات الواعدة في المستقبل، وإنه يبقى رقم أو يحتل المرتبة 19 عالميا بحلول 2030. ولكن خلينا نروح للمؤشرات بشكل جماعي، اللي سجلت زي ما قلنا تراجعات جماعية لدى إغلاق الأحد، وتراجع المؤشر الرئيس بنسبة وصلت ل 1.47%. سجل عند الإغلاق 12922.44 نقطة. مؤشر الأسهم الصغيرة ومتوسطة المؤشر السبعيني انخفض بنسبة 0.78%، وسجل 519.76 نقطة. مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاقا انخفض بنسبة 0.87%، وانخفض ووصلت نسبته إلى 1248.1% نقطة. موجة التراجعات امتدت لمؤشر اي جي اكس 20 محدد الأوزان النسبية بنسبة 0.95%، وسجل عند الإغلاق 11885.23 نقطة. نتحول لقائمة القطاعات الناشطة في السوق اليوم، وكان قطاع العقارات هو الأنشط وتصدر القائمة بنسبة 21.28%، تلا قطاع الخدمات المالية بنسبة 18.88%، ثم قطاع البنوك بنسبة 11.86%، بينما حل رابعا قطاع الاتصالات بنسبة 11.53%. بالنسبة لفئات المتعاملين داخل السوق، اتجه المستثمرون المصريون نحو البيع واستحوذوا على النسبة الأكبر، واللي وصلت ل 83.17% من إجمالي التعاملات، بينما اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء واستحوذوا على 10.84%، كما اتجه العرب نحو الشراء أيضا وحصلوا على 5.99%. وكان ذلك في الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون الأفراد نحو الشراء واستحوذوا على 67.64%، في حين مالت المؤسسات نحو البيع وحصلت على 32.35% من إجمالي التعاملات. هذا وقد خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.6 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 629.6 مليار جنيه بعد تعاملات بقرابة 777.4 مليون جنيه في سوق الأسهم. هنروح لتقرير من المقصورة، نتابع تفاصيل أكثر عن تحركات المؤشرات النهاردة، ونبدأ بعدها بالتحليل والتعقيب مع ضيفنا اللي مشرفنا النهاردة الأستاذ عيسى فتحي خبير أسواق المال. أستاذ عيسى، بنرحب بحضرتك معنا. أهلا بك. خلينا نتابع التقرير ونبدأ مع حضرتك بالتحليل والتعقيب. ميز اللون الأحمر مؤشرات البورصة المصرية في دلالة على تسجيل أسهمها تراجعات جماعية في ختام تعاملات الأحد مستهلة تعاملات الأسبوع. السوق تأثرت بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والعربية والأفراد الأجانب، بينما مالت تعاملات المستثمرين الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية نحو الشراء. رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة خسر نحو 4 مليارات و600 مليون جنيه، ليصل إلى 629 مليارا و608 مليارات جنيه، بعد إجمالي تعاملات بنحو 828 مليون جنيه، قرابة 777 مليون جنيه منها تداولات في سوق الأسهم. مؤشر السوق الرئيسي جيك 30 تراجع بنحو 1.47%، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة جيك 70 بنحو 78%. وشملت التراجعات مؤشر إيجيكس 100 الأوسع نطاقا، ليخسر نحو 87% من قيمته. التداولات شملت 188 سهما لشركات مقيدة في السوق، ارتفع 74 سهما منها وتراجع 81 سهما
واستقر 33 سهما دون تغير يذكر. بنرحب بحضراتكم بعد ما تابعنا التقرير من المقصورة. خلينا نبدأ بالتحليل مع ضيفنا اللي مشرفنا النهاردة الأستاذ عيسى فتحي خبير أسواق المال. مرة تانية بنرحب بحضرتك أستاذ عيسى. أهلا بيكم أستاذ المشاهدين. للجلسة الثانية على التوالي بنبدأ يعني بنستمر في الخسائر أو الهبوط، والبعض بيشوف أن ده كان متوقع، يعني الموجة التصحيحية دي بعد جلسات الارتفاع يعني من فترة كنا بنتكلم عنها، ولكن بدأنا تاني في يعني الموجات التصحيحية وجني الأرباح، فحضرتك بتشوف ده إزاي؟ هو أول حاجة لازم نبص على أرقام التداول. يوم الخميس شفنا أقل رقم تداول في الأسبوع كان أقل من 1 مليار جنيه. النهاردة برضه رقم التداول أقل من يوم الخميس في الأسهم 3 سبعات أو 777 مليون جنيه. طبعا الشائع بين المستثمرين في السوق أنه الدولة بصدد فرض ضريبة على ضريبة الدمغة. بس مش حصل عليها بيع دي أستاذ عيسى، يعني احنا كنا بنتكلم عنها من فترة تقريبا من أسبوع أو من 10 أيام حصل عليها بيع والسوق نزل. هو حصل عليها كلام وبعدين بدأ يتجدد تاني. المشكلة كلها في المسألة مش مسألة فرض الضريبة ولا نسبتها كام، المشكلة كلها أنها بتدي للمستثمرين نوع من عدم الثقة في قرارات اتخذت قبل ذلك. يعني المجلس الأعلى للاستثمار أعلن في بداية نوفمبر الماضي عن تأجيل ضريبة الأرباح على البورصة لمدة 3 سنوات اعتبارا من مايو 2017 اللي هو تاريخ نهاية التأجيل اللي فات. تمام. هنا المستثمرون بيروا على أنه نوع من الالتفاف على قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الأرباح الرأسمالية تاني، وفي نفس الوقت تجد أنه أعضاء المنظومة الاقتصادية في مصر مش متناغمين مع بعض. يعني أجد نائب وزير المالية باستمرار هو اللي بيتكلم في هذا الموضوع، ولا أشعر بأن وزير المالية له سيطرة على هذا النائب. يعني مفروض أن هذه الأمور لازم تدرس درجة طبعا حساسيتها للمخاطب بيها. طب التصريحات يعني لها أثار كبيرة جدا وتداعيات أكتر كمان من الحرارة. هل هذا النائب راجع ما جرى بعد فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية ماذا جرى في السوق؟ كنا بنوصل ل 150 مليون جنيه تداول غير الخسائر اللي بيتعرض لها المستثمرين سواء دفترية أو فعلية، وانتهت بأنه رئيس الجمهورية تدخل بتأجيل القانون أو الضريب، وبعدين أضاف عليها المجلس على الاستثمار برضو يعني تناغما مع الإجراءات التي كانت ستتلو تأجيلها ل3 سنوات أخرى. نجد مثلا أن محافظ البنك المركزي هو أكثر الناس حرصا على تقوية سوق المال، تجد اللي شغالين مع سوق المال مش حريصين بنفس الدرجه. فنجد المقصوره نفسهم يعني؟ لا انا بتكلم عن مثلا السياسه الماليه مش ماشيه مع السياسه النقديه. يعني فتجد ان النهارده يعني النهارده المفروض هذه الامور يجب ان تناقش، وقبل ان يتم الثرثره بشانها يجب التناقش والتحادث مع اصحاب الشان. تعال النهارده قابل العاملين في مجال الاوراق الماليه، لو احنا عملنا كذا ايه رد الفعل؟ هل هو حط احتمال ان ممكن النهارده لما يفرض ضريبه 4% زي ما قرات له يوم الخميس هل الاجانب ممكن يستمروا معاه ولا لا؟ يكفي انت تعرف ان الاجنبي بيدفع بالكثير قوي 3% عموله، فلما افرض عليه ضريبه 4% رسم دخول ورسم خروج رفعت عليه تكلفه العمليه. طبعا لما ترتفع تكلفه العمليات بيحصل ايه؟ بتبقى عامله بالظبط زي ناس ماشيه في الطريق الصحراوي على سرعه 100 كيلو فجأة عملت لهم مطبات تجبرهم يمشوا 30 كيلو. فشوفي بقى شكل الطريق بقى ماشي ازاي، وحجم التدفق للإسكندرية يبقى ازاي، او حجم العودة الى القاهرة يبقى ازاي. هتجد انه ما يمكن ان يحدث في يومين، هيحدث في 10 ايام. وحجم التداول اللي انت اصلا فاكر انه هيظل ثابت على عند هذه النسبة هيفضل كده. طب لو نزل ل 200 مليون، لو الاجانب خرجوا اليس هذا سيرتب انه لابد انه يسحب عملة من السوق؟ طب ده مش هيرجع لك تاني، بوظ لك فكره ان انت سعر الصرف بتاعك يبقى جنيهك يقوى. فالنهارده كل الاحتمالات دي كلها يجب ان تناقش، ويبقى في تناغم ما بين اعضاء المجموعه الاقتصاديه، وكل واحد يكلم التاني مش كل واحد قاعد في دايرته وقاطع. في اصلا ضريبه التوزيعات هي لسه ما زالت دي بتحصل، دي موجوده يعني اتكلمنا بعد 3 سنين فعلا زي ما اتكلم احد يعني كتير من المستثمرين، وبعد 3 سنين كده من المتوقع ان يكون في 3 ضرائب مفروضه على البورصه بالظبط.
يعني ضريبه الارباح الراسماليه وضريبه التوزيعات زائد ضريبه الدمغه اللي فهنا يجب النهارده ادي سوق المال فرصه يكبر ويتضخم بحيث لما تيجي تتدخل حتى يبقى التدخل ده في حد ذاته عشان خاطر حتى يبقى ايه خلاص الناس بقى السوق له مذاق وطعم مختلف عن الوضع اللي فيه، مش كل ما يقوم براسه شويه نجد تصريحات تطلع عشان تهد هذا الكلام يعني. فهي القصه كلها اتجاه معاكس لمجهودات الرئيس بالزبط. بصراحه دايما ده. طب واحنا بنتكلم كده عن المجموعه الاقتصاديه واحنا بصدد الحديث عن التغيير الوزاري، هل نحن او في توقعات بتغيير ربما في المجموعه الاقتصاديه ولا احنا لسنا بحاجه اليها في الوقت الحالي؟ ام اننا لسنا في حاجه لتغيير اشخاص بل تغيير سياسات واستراتيجيات؟ هو ده الكلام. اولا هي الاستراتيجيه واضحه ومعروفه، يعني الغايه معروفة وهي إنماء البلاد وتشغيل العباد. يمكن مش واضحة. و2030 بتقول كده. تمام. لكن السياسات، المعايير، الإجراءات لا تتناغم مع الهدف. يعني أبسط حاجة كسياسة، نجد إن الحكومة حتى الآن ما زالت تطنطن بسياسة حماية محدود الدخل، رغم ان هذه السياسه على مر التاريخ لم تؤدي الى افقار محدود الدخل. حضرتك دايما بتطالب انه زي دول كتير الطبقه الوسطى، لان ما هتركز على الطبقه الوسطى هتخدم اللي تحت هتنقله فوق، وهتخدم الغني انه يستمر في الارباح وان كانت بمعدل اقل بس هيستديم لمده طويله. طب خلينا نتكلم بالنظريه دي بشكل سريع، طبقها لنا 1 2 3 على الوضع الحالي مثلا دلوقتي، واحنا كمان بدانا خصوصا ان احنا بدانا الى حد ما انه اسعار الدولار بدات تنخفض. طيب ممكن نطبق ده ازاي زي ما حضرتك بتقول؟ هقول لك النهارده ابسط حاجه، العاملين القانون في الشركات المساهمه بيديهم 10% على الاقل من الارباح، ليه ما خلهاش 15%؟ وحصة مجلس الإدارة تنزل من 10% ل5%. دي حاجة. الحاجة التانية المسؤولية الاجتماعية، بدل ما كل واحد بيعملها على مزاجه يبقى في كل سنة الدولة تقول المسؤولية الاجتماعية هتبقى كالتالي. أي منشأة بيشتغل فيها 1000 عامل أو مجموعة منشآت بيشتغل فيهم 1000 عامل يبقى مطلوب منهم يبنوا مدرسة للعاملين اللي عندهم، يبنوا مستشفى للعاملين اللي عندهم، بدل ما كل واحد قاعد مرة يرميها في المؤسسة إكس أو بي أو سي أو جيم. بحيث يبقى النهارده وفي نفس الوقت حتى اخلي المصاريف فيها رمزيه لهؤلاء الناس. يبقى النهارده هنا بخفف العبء من الناحيه التعليميه، خفف العبء من ناحيه الخدمه الصحيه على الناس. فهنا هبص الاقي هتبتدي هذه الطبقه لما تنشط قيمها كمان هتبتدي تتوسع في البلد، الذوق هيرتفع شويه، الفن هيرتقي اكتر، مش هنبقى نشوف بقى هتبص لاقي في نفور من البلطجه ومن الاعمال الفنيه السيئه اللي في هذا الامر. فهتجد فيه منظومة اقتصادية هتشتغل معها منظومة اجتماعية مع عندها منظومة ثقافية هتشتغل، هتبص تلاقي هيبتدي يحصل بقى حراك اجتماعي للناس اللي تحت كمان، خاصة الطبقة الوسطى بتتميز بإيه؟ صحيح مش كلها حاجة واحدة وتعريفها مش سهل يعني، سواء من حيث الدخل أو التعليم أو الثقافة، لكن لو قلنا إنها طبقة مسطورة لديها ادخار يبقى هنجي هتبص ليهم كمان عندهم إحساس باللي تحتهم وفي نفس الوقت مش بعاد عن اللي فوق، فيبقوا حلقة وصل. وأبسط حاجة في فريق كرة القدم قوة خط الوسط هو الذي يصل على الانتصارات في الفرق يعني. المسؤولية الاجتماعية دي موجودة في كل دول العالم وعليها بتبنى الدول فعلا، ولكن في صوت أو أصوات هنا وأكيد حضرتك بتسمعها بتقول لك إنه ما احنا مش هنبني الدولة كلها على التبرعات، مش احنا اللي كلنا هنقعد نبني المدارس والمستشفيات، رغم ان دي مسؤوليتنا كلنا في الوقت ده. يعني بيل جيتس لو كان قال كده ما كانش عمل مؤسسة ب 25 مليار في اغنى دول العالم. مش بنتكلم عن الاغنياء ومسؤوليتهم الاجتماعية هنا، لو اتكلمنا هنا عن الطبقة الوسطى اللي حضرتك بتتكلم عنها، فالطبقة الوسطى هنا يعني هتقول لك احنا بالكاد بنعيش. فاحنا مسؤوليتنا الاجتماعيه هنا، طب احنا يعني مش مسؤوليه الطبقه الوسطى، ده انا بقول مسؤوليه الجهات اللي بتعليها عليها مسؤوليه اجتماعيه. مسؤوليه اجتماعيه يعني مثلا عندنا في البورصه احد معايير القيد دلوقتي درجه المسؤوليه الاجتماعيه بتاعت الشركه. تمام. النهارده بيجي بقى بنك اكس بيقول انا هجيب وحده الكلى في مستشفى كذا، بقول له انت يا بنك النهارده عندك عاملينك اعمل لهم مستشفى خاصه بيك انت بالظبط ويتعالجوا فيها، يبقى في الحاله دي وفرت على التامين الصحي، وفرت على المستشفيات الاخرى، اعمل مدرسة لأبناء العاملين عندك ويخصم ده كله عندك من وعائك يعني ما فيش أي مشكلة. تركيا لما جت بدأت تبدأ نهضتها ما عملت كده، كل مشروع بيجي كان بيبقى مطالب بمدرسة ومستشفى يتعمل،
وعشان كده ده خلى الاعباء على الموازنه العامه للدوله تخف كتير طبعا. فالنهارده فانت قضيه الارتقاء بالتعليم والارتقاء بالخدمات الصحيه موضوع جزء من دعم الطبقه الوسطى بس بطريق تاني. النهارده انا كل ما في الامر بصوب اتجاهات الصرف على هذه الاغراض الاجتماعيه اللي بتلجا اليها مؤسسات، ودي على فكره مبالغ بتوصل مليارات بتتعمل. النهارده عندك ابسط حاجه، النهارده الطبقه الوسطى بتصرف على اولادها في التعليم الخاص والمدارس الدوليه مبالغ باهظه مئات الالاف، رغم ان الناس دي لو حد جمعهم يقدروا كل واحد كلهم يعملوا مع بعض مدرسه بالمصاريف اللي بيدفعوها كل سنه. صح، لما يدفع 20 30 الف جنيه لا ما بقاش فيه حتى كده يعني يا استاذ عيسى. ما بقول لك لو قلت له هتدفع 100 الف جنيه وانتوا الف واحد 100 مليون جنيه يعملوا احسن مدرسه طب. ويعلموا اولادها واي حد تاني واولاد الحي او اولاد بالظبط، وتاخد بس تكلفه المدرسين وتكلفه المدرسه بس، ما تبقاش فيها البشع اللي احنا شايفين نسمعه في زياده المصروفات 22% والكلام ده كله يعني. فهي البرازيل لما خدت سياسه محدود الدخل وقعدنا نهلل لولا دي سيلفا كانت النتيجه ايه؟ ايام رصيف الاقتصاد ركض وقف ومعدل النمو فيه سالب 1% دلوقتي، لانه في الاخر هتجد انه بتصرفي على ناس هي بطبيعتهم دخلهم اقل من استهلاكهم. فاذا ده ما بيعملش ادخار، بيعمل لك دي سيفنج يعني ادخار سالب. وفي نفس فانت باهتمام باللي تحت ده بيخليك تعمل ايه؟ تلجا للي فوق عشان يحل مشاكله، فبيحصل تنازلات للراسماليين او اصحاب الاعمال عشان خاطر يخدموا على دول، لان الدوله بتنسحب من النشاط الاقتصادي. لكن لما تبقى النهارده في قواعد بتعمل ده هنبص تلاقي بس مثلا زي امريكا التفاوت زاد فيها ليه؟ لانه كان سياسه محدود الدخل هي دي اللي موجوده فادت الى افقار الكثير، حتى يمكن في يعني في كتاب قريب كان طلع اسمه الاقتصاد يغدق فقرا. ما بينتجش غير فقر. وبالتالي التفاوت هذا التفاوت الشديد اللي حتى اتكلم عليه توماس بيكيتي والناس اللي كتبت بيتكلم في كلام خطير جدا، لانه في الاخر مدرسه ميلتون فريدمان هي فشلت في 2008، فليه النهارده لسه هنعيد الكلام فيها مره ثانيه؟ اللي بيتكلم عن تنميه مستدامه هتستدام ازاي اذا كان في هذا الخلل في توزيع الدخول والثروات؟ توزيع الدخول صح. طيب خلينا نروح لتصريحات كريستين لاجارد ومدير عام صندوق النقد الدولي اللي قالت ان تحصيل ضريبه القيمه المضافه شيء ايجابي للاقتصاد، وطبعا اتكلمت عن الاقتصاد المصري وان ده من شانه انه يزيد النمو الاقتصادي بنسبه 1.5%. اهميه التصريحات دي وحضرتك بتشوفها ازاي؟ يعني هي عايزة تقول إنه ببساطة كده لا يعني ليها برضو أثر على القرض مش كده؟ طبعا يعني عايزة تقول إن إحنا مش هيبقى في مانع عندنا في إن إحنا ندي للشريحة التانية دي ناحية، لكن من ناحية تانية بتقول إن ده برضو هيؤدي إلى سرعة التوازن المالي في مصر، لأنه معنى كده إن هتبقى الحكومة إيراداتها لما هتزيد بهذا الشكل ده هيؤدي إلى تخفيض العجز في الموازنة، هيرتب ارتفاع معدل الادخار المحلي وبالتالي ارتفاع معدل الاستثمار وبالتالي زيادة الطاقة الانتاجية وزيادة معدل نمو الناتج المحلي. طبعا هي الحسبة ايه؟ اكيد هم عندهم حسابات حسبوا بيها، احنا ما قريناهاش التفاصيل ايه بالظبط، لكن ده قراءتي للمسألة انه معنى انه هو في رضا عن ما جرى، في نفس الوقت انه ده في تأكد بان التوازن المالي ممكن يبقى فترة قريبة، وفي نفس الوقت يبقى في طاقات انتاجيه اعلى ومعدل محلي للادخار اعلى وبالتالي زياده معدل نمو الناتج المحلي. لسه اللائحه التنفيذيه لقانون القيمه المضافه ما صدرتش. مش كالعاده يعني في يعني الضريبه اتحصلت من وقت ما تم الاعلان عنها وبندفعها في كل الاماكن، لكن لسه اللائحه التنفيذيه ما لسه اللائحه التنفيذيه طيب. وبالتالي ده حتى كمان ممكن لو ما حدش دفع ما حدش ملام يعني. لا بس ما احنا مجبرين لما بتتحط لنا يعني على فاتوره في اي مكان حتى اللي بيحصلها لو ما سددهاش ما حدش هيلوم في اماكن شراء ما لا طبعا يعني يعني اللي حصلها من المواطنين ممكن لو ما عرضهاش ما حدش هيلومه. طيب نروح لاسعار الدولار اللي تقريبا من يوم الاربعاء اللي فات بدات مش هنقول تتهاوى ولكن في انخفاض في اسعار الدولار، انخفاض ملحوظ وفي الى حد ما وبرده مش هنقول ركود ولكن استقرار ويعني عدم طلب المزيد على العمله، وده يعني تقريبا ثلاث او اربع اسباب من اهمها زياده الاحتياطي النقدي خصوصا بعد استلمنا لل 4 مليار دولار من السندات الدولاريه وشريحه القرض وما الى ذلك. هل حضرتك تتوقع يعني مزيد من الانخفاض وامتى بعد الانخفاض؟ ده السؤال اللي كلنا بنطرحه، امتى ممكن نحسه في استقرار في الاسعار ما دام الدولار اللي على كل الاسعار بدا بينزل او بيستقر؟
طبعا احنا عندنا هنا الناس اللي بتعمل في الاقتصاد المصري بيشتغلوا بمنطق انتهازي وليس بمنطق اقتصادي. تمام. بمعنى انه عندما كان الدولار رسميا ب 8 جنيه 88 وفي السوق السوداء ب 16 كان يقول لك واقف عليها ب 16، فلما جه الدولار قفز مع التعويم راح مترجم كل الحاجات اللي عنده اللي كانت بسعر اقل للسعر الجديد. لكن مش لما جه حصل بيحصل انخفاض في الدولار ولسه كمان هيبقى في انخفاضات متتاليه ممكن يوصل ل 14 فعلا على نهايه السنه ان شاء الله. لكن هو النهارده بيقول لك اصل واقف عليا الدولار، وده مش منطق اقتصادي. هو واقف عليه منين يعني ده؟ لان هو كان شاري يعني 18، فلما تقولوا له بقى 15 يقول لك اصل البضاعه اللي عندي ب 18. وخصوصا هذا الكلام هيبقى ايه في السلع المعمره بالذات، لانها سلع ما بتبص يعني سلع قابله عشان كده هي معمره يعني. لكن هو هتبص تلاقي المواطن بقى او المستهلك هو اللي هيجبره على التخفيض. احنا ازاي النهارده؟ انا ما فيش داعي النهارده السلع التي يمكن ان اؤجل طلبها زي السلع المعمره اجلها لغايه ما هو نفسه الاقي دوره السلع عنده وقفت او عطلت او ما بقتش بنفس الدرجه الاولانيه. ثقافتنا الاستهلاكيه يعني. وعايز اقول لك انه المصريين دلوقتي فعلا بدا السلوك الاستهلاكي بتاعه يتغير حتى على مستوى السلع الغذائيه. ما بقاش فيه العشوائيه في الشراء اللي كنا بنشوفها في السوبر ماركت اللي يشيل يضرب الفيزا، لا دلوقتي بقى يجيب كل حاجه ويحسبه وهو واقف عشان يبقى عارف هو هيجيب ب 200 جنيه ولا 300 جنيه ولا 400 جنيه، لان خلاص الامر لم يعد يحتمل هذا الطرف. اصبح النهارده حتى كمان يعني سوري لو حد النهارده بيتابع القمامه مش هيلاقي فيها الفضلات اللي كانت موجوده زمان، يعني هيلاقي النهارده بقت الناس محتفظه بيها لدرجه ان في ناس دلوقتي بقت الفائض بتاعها بتحط في اكياس وبتديه مثلا للبواب بتديه لحد. هو ده المفروض من الاول بصراحه هي يعني هو فعلا معظم الناس بدات تعمل يعني ثقافه استهلاك مختلفه، ان احنا بقينا نعمل الاولويات ونستغنى عن حاجات كتير، كل الناس بكل الطبقات على فكره. طيب النقطه بس المهمه اللي تهم ناس كتير وتهمنا كلنا، السلع الاستراتيجيه وحضرتك بتقول انه الدوره بتاعتها هنا ممكن لو احنا يعني استغنينا شويه او اجلنا شرائها شويه، هل ده ممكن فعلا يؤدي لان اسعارها يعني تنخفض شويه؟ ده بالتاكيد، لانه في الاخر التاجر في الاخر معتمد على دوران السلع عنده، لانه اغلب التجار دلوقتي محبوسين في بضاعه عنده سيوله، وده سبب من اسباب ضعف الطلب على الدولار الفتره اللي فاتت. مع ملاحظه حاجه ثانيه، العفش اللي كان بيستورد من الخارج والحاجات دي كلها الناس بدات تلجا دلوقتي للنجارين. واعتقد ان ممكن الترزيه يرجعوا قريب لو فضلت اسعار الملابس اللي بتستورد برضو غاليه كده. احنا صناعه الاساس عندنا هايله وبدانا اصلا نصدر يعني فهي اعتقد انه في صناعات حرفيه هتدب فيها الحياه مره اخرى. اللي عاوز يعمل مطبخ هيلاقي في نجار يعمله له بنفس الشكل اللي بيشوفه في معرض والكلام ده كله، اللي عاوز فهتبص تلاقي ممكن كمان يعني يطلع منها كمان منتجات للتصدير. يعني انا كنت قاعد مع رجل اعمال سعودي ما راح معرض اساس مؤخرا، قال لك دي بالنسبه لنا سعرها رخيصه جدا، صحيح هي غاليه بالنسبه لكم، انتوا ليه ما بتبعتوش الحاجات دي عندنا؟ فعلا لدرجه هو بيفكر دلوقتي في انشاء شركه لتنميه الصادرات المصريه الى السعوديه على هذا الاساس. يعني في فعلا مجموعه كبيره واحده فعلا عندنا مجالات منها الاقطان والاساس، وفعلا نتجه ان احنا نزود الصادرات فيها. يعني الوقت مع الاسف دهمنا الوقت زي ما بنقول. استاذ عيسى فتحي خبير اسواق المال، بشكر حضرتك جدا وشكرا على المعلومات القيمه. كل الشكر لكم ايضا مشاهدينا على طيب المتابعه. ان شاء الله انخفاض اكثر واستقرار اكثر للسوق وارتفاع الاقتصاد المصري. كل الشكر لكم مشاهدينا، ابقوا دائما معنا، النيل الاقرب اليكم.